الطريقة الكردستانية شلال علي فرحان بيغ يحاكي شلال قلي علي بيغ ويجمل مدينة البغدادي في محافظة الأنبار، حيث نشن مؤخرا. نرحب بكم من ناحية البغدادي محافظة الأنبار غرب العراق، وكما ترون اليوم وفد من وزارة الموارد المائية يزور هذا المكان لدعم هذا. فكرة بسيطة، بداية فكرة، وهو إنشاء شلال اصطناعي. يعني عندما نذهب إلى إفادات إلى محافظة أربيل وإلى كردستان نرى الشلالات. اليوم جينا على نفس المكان وسوينا نفس هذا المكان، يعني بالضبط احنا قاعد نستنسخ كل الفكر الهندسية. اول فكرة هي الشلال، يعني عبارة عن ضخمة من النهر الى الصحراء، بعدين يعود هذا المي ويعني يعمل شلال. هذا المرفق السياحي الجديد جمع بين الجبل والنهر وأعطى جمالية رائعة، مما دفع وزارة الموارد المائية لوضع تصميم له يليق بمناطق غرب العراق. الشلال كرمز للمدينة، وتهتم به وزارة الموارد المائية في هذه المدينة السياحية الجميلة اللي تطل على نهر الفرات، وبها مثل ما تشوفون حضراتكم مناطق طبيعية حلوة، بساتين مطلة عنها، الزراعة مالتها زينة. فهاي الفكرة جت لجنة من الهيئة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع حوض نهر دجلة لدراسة المشروع ورفع تقرير عن المشروع، والتوصيات اللي راح نرفعها ان شاء الله لمراجعنا ببغداد. التجربة كانت حيل حلوة ومشجعة وجاذبة للسياح والزوار. مثل ما نلاحظ بايام العطل اكو منشآت كثيرة ووفود سياحية تجي لمدينة البغدادي. هاي المدينة اللي تحتاج إلى دعم من كل الجهات ومن الوزارات ومن الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بها. مرحبا بهاي الفكرة، إنه هذا داخل محافظة الأنبار يصبح شلال وتصبح طبيعة حلوة، يعني بالإضافة إلى أنه هي طبيعة المنطقة ناحية البغدادي تجمع بين النهر والجبل والبساتين الخضراء. هذا الشلال في موسم الأمطار يعني تأتي المياه ويكون منظره جميل وجاذب للسياح، وكذلك يعني إطلالته على الشارع العام والنهر. فمن هذا الفكرة إنه رأت الإدارة المحلية إنه نصب مضخة لجعل الماء باستمرار وتكوين شلال صناعي، يعني مستوحاة من فكرة الشلال الطبيعي. أكثر من مرفق سياحي في محافظة الأنبار وعلى نهر الفرات تحديدا تنتظر الافتتاح، وأخرى ضمن الاستثمارات المستقبلية للمحافظة من مناطق غرب العراق في محافظة الأنبار. محمد القيسي، زاكروس تي في.